السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هناخد small group discussion عن ال presynaptic and postsynaptic receptors. هندي case study عن patient 35 years old male subjected to brain trauma. After 1 week of admission in hospital he started to complain of attacks of markedly increased heart rate. يعني هو اتعرض ل brain trauma وبعد اسبوع من الادميشن في الهوسبيتال، طبعا هي كانت محتاجه ان هو يبقى ادميتد ان هوسبيتال، ابتدى يشتكي من اتاكس اوف انكريز بقى في الهارت ريت، بلاد بريشر كان انكريزد، اكسسيف سواتينج، ديفيكولتي فايدنج يورين، يعني كان عنده مشكله في اليورينيشن. وافتر انفستيجيشن هي ووز دايجنوزد از سيمباثيك اوفر اكتيفيتي. الدكتور شخصه ان هو عنده سيمباثيك اوفر اكتيفيتي، يعني في انكريزنج ان ستيميليشن في السيمباثيك ريسبتورز. His physician prescribed to him adrenergic antagonist drug عشان يقلل الـ stimulation of these receptors، فكان في اداله antagonist للـ drugs للـ receptors. السؤال الأول: explain the cause of different symptoms of the patient اللي كان بيشتكي منها. احنا عندنا الـ patient يعني كان بيشتكي من كذا حاجة، وكان عنده أربع مشاكل. أول مشكلة الـ heart rate، hypertension، excessive sweating، difficulty in urination. ايه سبب كل واحدة منهم؟ الـ cause of the heart rate طبعا ان الـ heart rate بتاعنا بيزيد لما بيحصل stimulation لنوع من انواع الـ sympathetic receptors اللي احنا طبعا عارفينها، اللي هي beta 1 receptors. beta 1 receptors هي المسؤولة عن زيادة الـ heart rate. الـ alpha 1 receptors كانت برضو excited to the heart بس ما كانتش بتزود الـ heart rate لما بيحصلها stimulation، كانت بس بتزود الفورس اوف كونتراكشن. يبقى البيتا 1 هي الزياده في الهارت ريت. هايبرتنشن كان بيحصل نتيجه الجنرالايزد افكت اوف ذا سيمباثيتك على البلاد فيسلز، بيعمل فازو كونستريكشن، ولما يعمل فازو كونستريكشن على الارتريولز بيزود التوتال بريفير ريزيستنس، وبالتالي هيزود الارتيريال بلاد بريشر. اكسسيف سواتنج لان السيمباثيتك كان بيعمل ايه؟ السيمباثيتك كان بيعمل ستيميليشن للسواتنج سوات جلاندز، وبالتالي هيزود السواتنج. طبعا difficult in urination دوت بيحصل نتيجة ان السفنكترز تبقى contracted، ولما السفنكتر contracted هيبقى مشكلة في خروج اليورين، وده طبعا بسبب الالفا 1 receptors. هي كانت excitatory receptors وكانت بتبقى excitatory على السفنكترز لو تفتكروا. السؤال الثاني: what are the receptors does the prescribed drug target؟ يعني احنا الدراج اللي الدكتور كتبه ده كان هيتارجت انهي receptors؟ ده adrenergic antagonist، فهي target الadrenergic receptors اللي هي الالفا والبيتا receptors. طبعا ومين البيتا receptors هي اللي كانت بتبقى عامله المشكله؟ احنا عارفين اللي هو باللون الاخضر ده، ده اللي هو الايه؟ ده اللي هو البوست جانجليونيك سيمباثيتك، والبوست جانجليونيك سيمباثيتك ده كان هيعمل stimulation receptors موجوده على الافكتور اورجنز اللي هي موجوده على معظم الاورجنز، بتبقى سبلاي بسيمباثيتك، ودي كانت ادرينرجيك ريسبتورز. ادرينرجيك ريسبتورز هي الريسبتورز اللي كانت الدكتور كان محتاج ايه انتاجونايز. طبعا مكانها فين؟ قلنا مكانها على الايفكتور اورجنز اللي بتبقى سبلاي باي البوست جانجليا سيمباثيتك. طب وات ار ذا اذر تايبس اوف اوتونوميك ريسبتورز؟ ايه التايبس الثانيه بتاعت الاوتونوميك ريسبتورز؟ احنا عندنا غير الادرينرجيك عندنا كمان كولينرجيك ريسبتورز، والكولينرجيك ريسبتورز كان ليها مكان. وات ار اتس سايتس؟ كان في تو تايبس: سنترال كولينرجيك وبريفيرال كولينرجيك. السنترال كولينرجيك كانت موجوده في الاوتونوميك جانجليا، كل الاوتونوميك جانجليا في السيمباثيتك والباراسيمباثيتك، حتى الاوتونوميك جانجليا الموديفايد اللي هي الادرينال ميدلا برضو كانت كولينرجيك ريسبتورز، وكانت كل الاوتونوميك ريسبتورز دي، كل الاوتونوميك جانجليا كان فيها ريسبتورز اسمها نيكوتينيك ريسبتورز اللي هي نيورونال نيكوتينيك ريسبتورز. كان عندي other nicotinic receptors بس دي مش ايه؟ مش autonomic receptors اللي هي على نيورو ماسكر جنكشن، ماليش علاقة بيها دلوقتي. دي مش موجودة في مش autonomic receptors. عندي other autonomic receptors اللي هي الماسكرانيك receptors، ودي الحقيقة بتبقى موجودة فين؟ موجودة على السوات جلاندز والبلاد فيسل الاكسبشن بتوعي في السيمباثيتك، وفي الباراسيمباثيتك في كل الايه؟ الافكتور اورجن اللي سبلاي بالبوست جانجليونيك بارا سيمباثيتك. What is the neurotransmitter released to stimulate these receptors؟ طبعا النيورو ترانسميترز سواء
كان عندي ادرينرجيك ريسبتورز الفا او بيتا، كان بيبقى ايه؟ بيبقى النور ادرينالين ميلي، وايه فيو او ليتل اكستنت بيبقى الادرينالين. العكس طبعا كان في الادرينال مظله، انما بقيه الكولينرجيك ريسبتورز كانت بتبقى سبلايد بيها بالاسيتايل كولين، هو اللي كان بيعمل لها ستيميليشن. الفيت بتاع الاسيتايل كولين او النور ادرينالين، احنا الاسيتايل كولين الفيت بتاعه كان مينلي ديستركشن او هيدروليسيس بانزايم مهم جدا تبقوا عارفينه اسمه كولين استريز انزايم، ودوت كان بيكسر الاسيتايل كولين. وحتى لو كان في شويه من الاسيتايل كولين حصل له ديفيوجن ثرو ذا بلاد برده كان هيتكسر في البلاد. كمان عندي اللي هو الفيت الاقل في الاسيتايل كولين اللي هو الاكتيف ري ابتيك، بيخش الاسيتايل كولين اجين تو ذا ايه ذا نيرف اندنج. طيب الادرينالين بقى هيحصل له ايه، او النور ادرينالين كان المين فيت بتاعه انه يحصل له ديستراكشن، انه يحصل له اكتيف ري ابتيك كان 80 to 90%. انما الديستراكشن بالتو انزيمز اللي هما الماو والكومت، المونامين اوكسيديز انزيم والكاتيكول اوميسايد ترانسفيريز، دول كانوا اقل ايه اهميه في النور ادرينالين. طب لو جيت سالتك قلت لك لو احنا بصينا على البيوبل ان ذيس بيشنت وات دو يو اكسبكت السايز بتاع البيوبل، يعني لو الدكتور كان حابب يشوف البيوبل بتاع البيشنت اخبارها ايه، كان هيبقى شكلها ايه البيوبل؟ طبعا ده سمباثيك ستيميليشن بيعمل ايه على البيوبل؟ بيعمل بيوبيلو دايلاتيشن، يعني البيوبل بتاعتي بتبقى الدايمتر فيها بيزيد، ونتيجة ايه؟ نتيجة الكونتراكشن في الدايليتور بيوبيلي ماسل اللي هي الماسل الراديال ماسلز اللي بتحوط ايه البيوبيل، بتبقى كونتراكتد، فعشان كده يحصل بيوبيلو دايلاتيشن. الام سي كيوز بتاعتي اللي موجودة في الكتاب، اول سؤال عن الجانجليا regarding autonomic ganglia، terminal ganglia are modified sympathetic ganglia ولا collateral ganglia are parasympathetic ganglia، adrenal medulla is supplied by preganglionic adrenergic fibers ولا terminal ganglia can be present in the viscera. طبعا احنا قسمنا الجانجليا، عرفنا ان انا عندي السمباثاتيك تشين always all the time sympathetic بتبقى relay للsympathetic fibers، عندي الterminal ganglia all the time relay للparasympathetic preganglionic fibers، انما الcollateral ganglia شويه منها sympathetic وشويه parasympathetic، فبالتالي الcollateral ganglia or parasympathetic دي غلط مش صح. انما التيرمينال جانجليا كان بي بريزنت ان ذا فيسرا، ايوه هي ممكن تبقى على الول اوف ذا فيسرا، الشورت البوست جانجليونيك باراسمباثيك كان بيبقى فيري فيري شورت. ادرينال ميدالا ريسيفز بري جانجليونيك باراسمباثيك فايبرز سيكريتس 80% نور ابينفرين اند 20% ابينفرين ستيميليتد باي اسيتايل كولين ستيميليشن انكريزد انتستاينال موتيليتي. الاجابه طبعا الصحيحه هي سي، لان هي بتبقى ستيميليتد بالاسيتايل كولين رغم ان هي بتطلع ايه ادرينالين ونور ادرينالين، بس ستيميليتد بالاسيتايل كولين. ابينفرين سينسيتايز ان ذا ادرينال ميدالا باي ميثايليشن اوف نور ابينفرين ذا كيميكال ترانسميتر اوف موست سمباثيك بوست جانجليونيك نيرف فايبرز مور باورفول از ابريسور ذان نور ابينفرين هايدرولايزد باي كولين استريز انزيم. طبعا هو مش كيميكال ترانسميترز اوف موست امباثيك بوست جانجليونيك نيرف فايبرز، لان هو بيطلع مينلي النور ادرينالين هو اللي من الموست امباثيك بوست جانجليونيك نيرف فايبرز، انما السينسيتايد ان ذا ادرينال ميدالا باي ميثايليشن اوف نور ابينفرين المعلومه دي صحيحه، وان كان انتوا مش عارفينها بس هي صحيحه. ادرينرجيك ريسبتورز ار كلاسيفايد انتو الفا 1 ريسبتورز ويتش كوز انهيبيشن اوف ادرينال سايكليز، beta 1 receptors which increase the cardiac properties through increased cyclic AMP, alpha 2 receptors which increase intracellular calcium ions, beta 2 receptors which cause contraction of the bronchial muscle. طبعا احنا السلايد دي معناها ان احنا لازم عارفين كل receptors الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ايه، بيعمل ايه، receptors ده ممكن يكون موجود على انهي organs، وايه الايفكت بتاعه، كل الحاجات دي مهمه. فطبعا الالفا 1 receptors ما كانتش بتعمل انهيبيشن او الاكشن الميكانيزم في اكشن بتاعها كان ثرو انكريز الكالسيوم، والبيتا 1 هي اللي كانت ثرو انكريز السايكليك ام بي، فبالتالي الاجابه الصحيحه بي. الفا 2 طبعا برده مش ثرو انكريز الكالسيوم، انما كانت ثرو انهيبيشن السايكليك ام بي، والبيتا 2 ريسبتورز ما كانتش بتعمل كونتراكشن في برونكيال ماسلز، انما كانت بتعمل انهيبيشن، هي اصلا البيتا 2 ريسبتورز بتاعتي انهيبيتوري ريسبتورز.
Acetylcholine is a neurotransmitter at sweat glands, parasympathetic ganglia, the neuromuscular junction, all of the above. انهي طبعا الاجابة؟ سؤال سهل، all of the above. Receptors at postganglionic parasympathetic fibers are alpha adrenergic, muscarinic, nicotinic, beta adrenergic. طبعا الاجابة يعني السهلة واحنا عارفينها اللي هي البوست جانجليونيك باراسمباثاتيك كانت بتبقى سبلايد بالميكوتانيك ريسبتورز، مش طبعا دي البوست جانجليونيك باراسمباثاتيك، يعني الريسبتورز اللي عليها هي نفسها. اسيتايلكولين is secreted by all the following except all preganglionic autonomic fibers, all post ganglionic parasympathetic fibers. Post ganglionic sympathetic fibers supply sweat glands. Post ganglionic sympathetic fibers that supply skeletal blood vessels and produce vasoconstriction. طبعا الإجابة بتاعتي except هتبقى النمبر دي، لأن هو بيعمل vasodilatation مش vasoconstriction. The neurotransmitters of the preganglionic sympathetic nerve fibers is mean neurotransmitters في preganglionic sympathetic. طبعا acetylcholine. Catecholamines can be removed from the tissues by all the following except. ممكن نشيل acetylcholine بأنهي وسيلة في دول؟ كلهم ما عدا واحدة وهي الhydrolyzed by choline acetylase enzyme. Which of the following is adrenergic fibers؟ طبعا مين فيهم adrenergic؟ أكيد most postganglionic sympathetic fibers هي الadrenergic fibers وهي اللي هتطلع لي النور أدرينالين. The stimulation of alpha adrenergic receptors results in بيعمل ايه لما بعمل stimulation alpha adrenergic receptors؟ طبعا الهارت ريت ده قلنا مش بتاع الالفا، ده بتاع البيتا، تمام كده؟ والبي الفا هي اللي كانت فازو كونستريكتور والبيتا هي اللي كانت فازو دايليتيشن، فالاجابه هتبقى دي. Adrenergic receptors are classified into هل الفا 1 receptors بتعمل decrease في cyclic AMP؟ ولا الفا 2 بتزود الكالسيوم؟ الفا 1 ريسبتورز بتزود السايكليك ام بي سيلز وبتعمل سايكليك ام بي ان ذا سيل وبتزود الكارديك بروبرتيز. بيتا 2 ريسبتورز بتعمل كونتراكشن في اليوتراين ماسل، ولا نون اوف ذا اباف؟ طبعا هي الاجابه نون اوف ذا اباف، لان كل واحده فيهم هتلاقيها مش مظبوطه، ولو نون اوف ذا اباف مش موجوده عندكم في الكتاب يا ريت تزودوها. الفا ادرينرجيك ريسبتورز ار ستيميليتد باي نور ادرينالين اونلي، are involved in the vasoconstriction response in the skin to noradrenaline, cause sweat secretions when body temperatures rises, are involved in increasing cardiac contractility in response to noradrenaline. طبعا احنا عندنا هنا اجابتين صح، عندي B و D، لان الالفا ادرينرجيك ريسبتورز قلنا ان هي بتبقى involved in vasoconstriction، وكمان هي بتزود الكارديا contractility in response to noradrenaline. The adrenal medulla secretes mainly during rest and sleep. 80% of its secretion is noradrenaline. ولا بتزود sympathetic effects. Receive postganglionic fibers from the lateral horn cells of the lower thoracic segment. طبعا الإجابة باينة جدا هي بتزود sympathetic، لأن ولا واحدة بتقول صح. Acetylcholine is produced both at sympathetic and parasympathetic ganglia. Will cause the pupil to dilate. Blockage results in increased intestinal secretion and motility, remains longer in the circulation. مين فيهم طبعا الإجابة الصح؟ هي produced both at sympathetic and parasympathetic ganglia. Regarding adrenergic receptors, alpha 1 receptor present in the heart increases heart rate. Beta receptors produce their effect by increasing cyclic AMP. هي الإجابة الصح، لان الالفا مش بتزود هارت ريت زي ما اتفقنا. الالفا 2 ريسبتورز بتزود الفورس اوف مايكارديال كونتراكتيليتي، لا الالفا 2 ريسبتورز دي اصلا انهيبيتوري. ستيميليشن بتزود انكريزز سويت سيكريشنز، لا لان برضو احنا اتفقنا ان السويت سيكريشن ده الاكسبشن بتاعي. الفا ريسبتورز ار انفولفد ان ذا فازو دايليتيشن ريسبونس تو ادرينالين، كان بي ستيميليتد باي بوث ادرينالين اند نور ادرينالين، ار ريسبونسبل فور اكسلريشن اوف ذا هارت ان ريسبونس تو ادرينالين، are involved in the bronchodilator response to adrenaline. طبعا الالفا ممكن تبقى stimulated بالادرينالين والنور ادرينالين. Blockage of alpha adrenergic receptor is likely to cause reduction in gastrointestinal motility ولا total peripheral resistance diameter bronchioles ولا الheart rate. نركز شويه في السؤال ده.
لما اقفل الالفا ادرينرجيك ريسبتورز هيحصل ريدكشن في ايه؟ بالظبط هيحصل ريدكشن في التوتال بريفيرال ريزيستنس، لان ساعتها هيحصل ايه؟ الالفا بتعمل فازو كونستريكشن فيحصل فازو دايليتيشن، فبالتالي هيحصل ايه؟ ديكريس في التوتال بريفيرال ريزيستنس. الاستايكولين از ريليزد فروم ذا فولوينج فايبرز اكسبت مين؟ طبعا ده سؤال سهل، all sympathetic post ganglionic fibers. Atropine blocks nicotinic receptors in skeletal muscle, blocks the muscarinic, stimulate the alpha adrenergic, blocks the alpha adrenergic receptors. طبعا هو بي بلوكس المسكرانيك، احنا خدناها ده سؤال سهل في الجدول. Injection of atropine produce the following except. هيعمل dryness في الماوس ولا inability to see near object ولا decrease the heart rate ولا decrease the sweat secretions. لو فكرنا شوية هنعرف ان الاتروبين هيعمل كله ما عدا ان هو هيقلل الهارت ريت، بالعكس الاتروبين بيزود الهارت ريت. نور ايبينفرين will cause contraction of smooth muscle in the bronchioles, retina, intestine and arterioles. مين فيهم هيعمل contraction فيها النور ايبينفرين؟ طبعا ايه؟ الارتريوز بالظبط. Nicotine like action of acetylcholine is present in all preganglionic nerve endings, the sympathetic postganglionic supply to the blood vessel and skeletal muscle, the parasympathetic postganglionic supply to the heart, ولا sympathetic postganglionic supply to the sweat glands. طبعا كل preganglionic nerve endings. Which autonomic receptor is blocked by hexamethonium at the ganglia but not at the effector organs؟ انا حتى لو الدراج ده انا مش عارفاه، بس انا ممكن اقول ان الاوتونوميك ريسبتور عند الجانجليا بتبقى نوعها ايه بالظبط؟ كولينرجيك نيكوتينيك ريسبتورز. Which autonomic receptors mediate an increase in the heart rate؟ مين فيهم اللي بتزود الهارت ريت؟ طبعا احنا قلناها كتير، البيتا 1 ادرينرجيك ريسبتور. Which autonomic receptor mediates secretion of epinephrine by the adrenal medulla؟ مين اللي بتmediate secretions of epinephrine؟ الكولينرجيك نيكوتينيك ريسبتورز. The substance that blocks neuromuscular transmission includes ده سؤال سهل قوي طبعا احنا خدناه، اللي هي الكوراري. Increased secretion of epinephrine causes increased cardiac output and decreased peripheral resistance ولا decreased cardiac output and increased peripheral resistance ولا decreased cardiac output and decreased peripheral resistance ولا بيقل cardiac output وبيقل الهارت ريت؟ طبعا هو بيزيد الكارديك اوتبوت وبيقل البريفير ريزيستنس، لان بيحصل ايه؟ الايفكت بتاع اللي هو ال فازو دايلاتيشن. مونامين اوكسيديز از امبورتنت فور سنسز اوف استايلكولين، سنسز اوف نور ادرينالين، ان اكتيفيشن اوف نور ادرينالين ان ذا ليفر، ان اكتيفيشن اوف نور ادرينالين ان ذا نيورونز. مين فيهم طبعا هي ايه؟ بيعمل ان اكتيفيشن نور ادرينالين في النيورونز. ادرينرجيك ريسبتورز ار كلاسيفايد انتو الفا 1 ريسبتورز بتعمل انهبيشن في الادرينال سايكليز، بيتا 1 ريسبتورز بتزود الكارديك اوتبوت ثرو انكريز سايكليك ام بي، قلناها كتير، هي الاجابه بي فعلا. الفا 2 ريسبتورز which increase intracellular calcium ions ولا بيتا 2 ريسبتورز كوز كونتراكشن برونكيال موسلز، طبعا ايه؟ بيتا 1 هي اللي بتعمل زياده في السايكليك ام بي. Regarding mechanism of action of adrenergic receptors, all receptors produce their effect through increasing intracellular calcium. Alpha 2 receptors produce their effect through increasing cyclic MP. Beta 2 receptors produce their effect through increasing cyclic MP. ولا alpha receptors produce their effect by increasing potassium. طبعا C. Beta 2 بتزود الـ cyclic MP. Norepinephrine cause contraction the smooth muscles فين؟ طبعا سؤال سهل، في الارتريولز. ادرينال ميدلا receives preganglionic parasympathetic fibers secrete adrenaline and noradrenaline in response to sympathetic stimulation, secrete 80% noradrenaline and secrete 20% adrenaline. B. secrete adrenaline and noradrenaline in response to sympathetic stimulation. Stimulation of the adrenal medulla leads to all except marked sweating, reduced heart contractility, increase in energy production in the body, decrease in secretion of digestive system. طبعا الإجابة بتاعتي هي بيقلل heart contractility. All alpha and beta adrenergic receptors are equally activated by، هي الإجابة يعني احنا ممكن نقول المعلومة دي مش عارفينها، بس هو بيبقى equally activated بالإبينفرين.
the receptors at sense synapses between the preganglionic and postganglionic neurons of the sympathetic are ايه بقى receptors دي ايه هي عند السينابس سهلة طبعا النيكوتينيك receptors. Miscellaneous receptors are present in autonomic ganglia ولا blocked بالنيكوتين ولا found in smooth muscle and glands ولا stimulated by nicotine in small doses. طبعا هو مش بلوكت بالنيكوتين ولا ستيميليتد بالنيكوتين ماليش علاقه خالص بالنيكوتين ولا موجود في الاوتونوميك جانجليا صح؟ انما هو موجود في السموث ماسل اند جلاندز. Which adrenergic receptors produces its stimulatory effects through increasing intracellular calcium؟ الفا 1 ولا الفا 2؟ بيتا 1 ولا بيتا 2؟ طبعا الاجابه مين اللي بيزود الالفا 1 صح؟ برافو. Thank you.